دي متقلب قوي، شوية برد جدا وشوية حر. طبعا الناس أول ما بتحس إن الدنيا فيها شمس شوية تلاقيهم كلهم خففوا، ونرجع تاني على بالليل تلاقي الدنيا برد. فخلينا نطمن كده من دكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ونعرف منه حالة الطقس عاملة إيه. صباح الفل يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. صباح الفل. طبعا عايزين نطمن حضرتك يا دكتور، يعني عايزين نعرف كده حالة الطقس ايه الوضع. طبعا بكرة كمان هيبقى حر قوي، والنهاردة كمان بيقولوا الجو هيبقى حر والشمس هتكون طالعة. هل نقول كده ان خلاص ان شاء الله الدنيا خير وهتبدأ بشاير الصيف تهل علينا، ولا لسه شوية؟ لا، ده احنا كده برجو من السادة المشاهدين عدم الخداع في ارتفاع الحرارة النهاردة وبكرة. يعني النهاردة هتوصل القاهرة 27، بكرة 31، ما ينخدعوش في الارتفاع ده، لان يوم الاربعاء هتنزل الى 20 درجة على طول. يعني على طول النهاردة في عندي ارتفاع في درجات الحرارة على اغلب الانحاء، بالتالي الطقس بيبقى مائل للحرارة على شمال البلاد وحر على جنوب الصعيد. طبعا في شبر مياه الصباح الباكر بالليل بيبقى شديد البروده. عندي نشاط للرياح على اقصى الغرب مثير مال الاتربه. بكره يبقى في ارتفاع اخر في درجات الحراره مع فرص سقوط امطار على اغلب انحاء البلاد، خاصه في السواحل الشماليه والوجه البحري. يعني دكتور احمد عبد العال، صباح الفل. يعني بكره حر ومطر، هيبدأ بأمطار الأول خفيفة، لكن بعد كده الصبح يعني يا فندم يوم الأربعاء. نعم، من الصبح المطر يعني، لا ده على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحري على شمال الصعيد. لكن من يوم الأربعاء هتعم البلاد كلها وتبقى أمطار شديدة قد تصل لحد السيول على سلاسل جبال البحر الأحمر، وتبقى رعدية على السواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري. يعني الموجه بس يا فندم بتاع الحاره دي تنتهي بكره على طول، من يوم الاربعاء تبدا على طول الموجه؟ لا، تعلى بكره، تعلى بكره كمان، مش تنتهي بكره. يعني هتعلى بكره ومن يوم الاربعاء خلاص تنخفض. عشان كده بقول ما حدش طب دكتور احمد معلش صلحني حاجه كده، انا قريت على مواقع التواصل الاجتماعي انه بدءا من النهارده هتبقى في عواصف رمليه وهتبقى الدنيا مليانه تراب وكده، هل الكلام ده حقيقي ولا مش؟ لا، الكلام ده مش حقيقي ومش مظبوط، خاصه ان اللي بيكتب على التواصل الاجتماعي دول هماش متخصصين في الارصاد الجويه، يعني هم ما اعرفش بيكتبوا منين، يعني مش عارفه والله. الناس بتتنبأ. في كمان سؤال معلش يا دكتور احمد، مش احنا مرينا بالموجه دي في فبراير 2018 نفس ارتفاع درجات الحراره ده؟ صح، ووصل حصل، والقاهره وصلت الى 33 مش كده؟ والقاهره كانت توصل 33، النهارده القاهره وبكره هتوصل الى 30. طب غريبه جدا ان كل فبراير بقينا بنجد ان في يومين كده الحراره بترتفع، يعني ظاهره غريبه. طبعا ده تاثير التغيرات المناخيه اللي اثرت على العالم كله ومنها مصر. طب معلش يا دكتور، عايزين نعرف من حضرتك الموجه الحاره دي هتتكرر الاسبوع اللي جاي، ولا خلاص يعني من يوم الاربعاء الدنيا هترجع تاني طبيعيه ونرجع لوضع الشتاء مره تانيه؟ يعني احنا هنرجع هنقعد، بص يا حضرتك، هنقعد في حاله عدم استقرار دي على الاقل حتى بدايه الاسبوع القادم على الاقل. بشكر حضرتك جدا دكتور احمد عبد العال، رئيس الهيئه العامه للارصاد الجويه. يعني الجو معانا متقلب، الناس بلاش تخفف قوي علشان ما تاخدوش برد. طبعا البرد يبقى صعب لما يجي الموجه البرد مره ثانيه. خدوا بالكم من نفسكم، بلاش تبقوا نازلين، حتى لو خففتوا شويه خلي معاكم دايما حاجه ثقيله احتياطي. لا، في حاجه مهمه كمان.